العيون غزالي كيف ما تمنيت دمعت سويلي قد ما حسدت عليك. بطلب من جنجون رسميا مرحبا بكم في سال تاون بلانيت. اليوم غير كل يوم واو، لانه يوم ليس مثل كل يوم. صحيح، احقا. تتفضل مستر دادي وتخبرنا بمن معنا اليوم. معنا ومعكم واحد من اصحاب كوكب السلطعون، بيطلق عليه ايه ده خشيك؟ الباشا ملك الاحزان جنجون. يا مالي البيت. إذن هو من رومانتيكيات كوكب السلطعون. أي نعم، أحقا يوجد رومانتيكيات في كوكب السلطعون؟ يوجد وبشدة. إذن عندما يكون في كوكب السلطعون رومانتيكيات وجنجون يهبط علينا بتراك يسمى يا مالي البيت، ماذا يدل وماذا يعني البيت مليان؟ هل هو مليان بالحنان أم مليان باللحمة يا همه؟ مستر دادي يؤسفني أقول لك إن هذا التراك أعتقد أنه لا يتحمل أي ضحك أو هزار. زميلي نحن نضحك قبل أن نقطع شرايننا. أنت لا تعرف جنجون إنه هادم اللذات. نعم، أعلمه جيدا وبشدة. إذن نطلب من رواد كوكب السلطعون إحضار الكوفي الخاص بهم، المناديل الخاصة بهم، ونطلب جميعنا من الأخ دادي بعد أن نفعل الجرس، ولا بلاش ونفحصص البصر، ولا بلاش نطلب من السيد دادي أن يدخلنا إلى أعماق كوكب السلطعون مع الأخ جنجون، مصحوبة بالتفاصيل. ربنا يستر. الله، ضربة الجيتار دي رهيب. 1980 ل 1990، مش قبل ولا بعد، مش قبل ولا بعد. حميد الشاعري، جامدة. بحب صوتها بغباء. يا مالي البيت من عيون غزالي كيف ما تمني دمعت سويلي قد ما حسبت عليك. لحبيبته. لا اللحن ما بيفكركش في حاجه؟ لا. ايه اهواك واتمنى لو انساك. لا، هي نفس الطول بتاع الكلمه، يعني الطول بتاع الجمله. بس سيكا سيكا فعلا، نفس الحب برضو، خد بالك. ايه يا مالي البيت من عيون غزالي كيف ما تمني. تصدق فعلا نفس الجمله اللي احنا مزيكا اصلا. سلام، مقصوده بقى ولا هي مجرد تعارض؟ يا مالي البيت من عيون غزالي كيف ما تمني دمعت سويلي قد ما حسبت عليك. دمعك غالي في جراحي زيد، جراحي زيد. يا مالي البيت عيون غزالي كيف ما تمني دمعت سويلي قد ما حسبت عليك. دمعك غالي في جراحي زيد، انا حبيت لي زرعت لي ورود في قلبي، ويا شمسي ما تغيبي. دخلتين عيد دمعك غالي في جراحي زيد، انا حبيت لي زرعت لي ورود في قلبي، ويا شمسي ما تغيبي، ويا دمعة ما تعود ما تعود لي مسحت لي دموع. على جبيني
زميل انزل 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 يا جدع اطلع يا زميل مش قادر اطلع انت صاحب مرض اطلع مش قادر يا با ايه ده ايه ده ال 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 ايه جنجون داخل ايه ده سحبنا الحته كده بعد الواحد ما رحلهاش من زمان ايوه من قبل التراب من قبل التراب والله من قبل العصر قبل التراب من قبل الزحمه صح من قبل الموبايلات والمعجنه والموبايلات والحاجات دي صح انا اقول لك التون اصلا من الاول 1980 يعني كنا احنا لسه ما اتولدناش صح واتمنى لو انسى وانسى روحي وياه وانضاعت يبقى فداك نفس الجمله الحته بتاعت جليبي لا هو البتاع اصلا الوصله ما بين كتليبه نفسي اعرف انطق زيه بيدي للجيم حقها بيدي للباء حقها بيدي لللام حقها وبيدي للياء حقها ازاي ما تعرفش ويمكن دي من الحاجات المميزه فيه بيضغط على الحرف بيطلع هو جنجون تونسي صعيدي والله مش بهزر هو صعيدي يعني مش تونسي صعيدي تحس فيه تحس تحسه يعني ده لو موجود في مصر هتلاقيه من الصعيد مخارج الحروف عنده فعلا تقيله بس خلينا متفقين ان احنا اتغفلنا مش متخيلين ان نتركد لا انا كنت عارف ان هو كده رومانسي رومانسي بس رومانسي حنين لا لا لا, لا احنا المفروض شايلين الحنايه من جنجون بتاع مأساة بس لا بس مختلف الصراحه احنا بقالنا كتير موقفين خلينا والله موجوع يا مال البيت يا اخي ما تقوليش ايش صار اخي زماني حب صار عيب اخي زماني حب صار عار مرض ما فيه طبيب ناس تسوش في الجيب ما خلوكش صح ساتار وما لازم تكون كان ذيب قلنا يا مال الدار اخي ما تقوليش ايش صار مولا الدار مش نغريب وخل الكورس الفيرس ده حلو قوي الفيرس ده حلو قوي كلام حلو قوي موجوع يا مال البيت يا اخي ما تقوليش ايش صار اخي زماني حب صار عيب اخي زماني حب صار عار مرض ما فيه طبيب ناس تسوش في الجيب ما خلوكش صح ساتار وما لازم تكون كان ذيب قلنا يا مال الدار اخي ما تقوليش ايش صار مولا الدار مش نغريب وخليني نا نختار كان نسيب ولا نخيب العقل حتى اختار قليبي نختار حبيب اخي زماني حب صار عار اخي زماني حب صار عيب اي لعيون غزالي كيف ما تمني دمعة تسوالي قد ما حسبت عيب اي لعيون غزالي كيف ما تمني دمعة تسوالي قد ما حسبت عيب دمعك غالي في جراحي زيد جراحي زيد يا مال البيت لعيون غزالي كيف ما تمني دمعة تسوالي قد ما حسبت عيب بص انا بطلب من جنجون رسميا الكورس ده لازم يتعمل ده هو يغني جزء في حد تاني يغني جزء تاني انت فاهم مع الفانز يعني الجزء ده حلو قوي حلو قوي الكورس هم الفانز هيقوموا بالواجب لا بس هو محتاج هو يتعمل ان هو يغني جزء هو كان عملها قبل كده في عيني في عينيك هتطلع حلوه قوي 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 يا مال البيت عيون غزالي كيف ما تمني دمعت سوالي قد ما حسبت عيب دمعك غالي في جراحي زيد نا حبيت لي زرعت لي ورود في قليبي ويا شمسي ما تغيبي ويا دمعة ما تعود ما تعود لي مسحت لي يا مال البيت ممكن اسمع الكورس تاني الحته الاخيره دي مع الجيتار دي حبيت لي زرعت لي ورود في
تنسي ما تغيبي هو يا جماعة ما تعود ما تعود لي مسحة لي دموع من عيني هو بيزتني على جبيني يا مال البيت يا مالي علي روحي وعيني يا أجمل مالية في الدنيا دي سكت الكلام كله قلبي أنا ملوك.